قمر يا عرب. ها حبيبي قول. انت طالب دليفري؟ اي طالب دليفري. تفضل حبيبي. انت شنو ابو دليفري حضرتك؟ ايه. شنو شو بايسكل ودشداش ايش عجب؟ والله اخوي مو احنا شنو نقول؟ نقول بنت سحامات بنزين وهاي. فنشتري بايسكل احسن. اه. والله العظيم. والله عم احنا كيف؟ ايه تعبالك. كيف احنا؟ بس عذرنا الطلب بارد. الطلب بارد عذر. يلا نعم والله على الله. ما نواديك حبيبي. ايش قد حسابك؟ خليها علي. يا اخوي صدقت. والله خليها علي. خاف منك في دول. خاف ما عديك. لا اخوي ايش قد حسابك؟ 15. ها؟ ايه. اخوي انا طالبه كله ب 3000 مع الفنجر. ايه. شنو 15 اخوي؟ مو خطوره يعني ترى انه 3-5 ساعات. اخوي انا مصعدك على الساتر بعد اخوي. بايسكل يقربون عادي. انا قايل لك تعال بايسكل. صح على باب الله حبيبي على باب الله. على باب الله انا ما قايل لك جيب يابك 15000. هات طلبك وروح روح مني الى امسك حمس. الله لا يوفقك قبل لا يوجه والله. بس بعد اكثر خلنا ناكل هنالك. ضمنا لك ضمنا.